إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، حلقتنا لهذا اليوم ستكون في الآية 98 إلى الآية 100 من سورة البقرة. فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لا يزال الحديث متصلا بما قبله. هذه الآيات متصلة بما قبلها، كل آية منها آخذة بحجزة التي بعدها. فالله سبحانه وتعالى ذكر من قبل اعتذار أهل الكتاب عن الإيمان بما أنزل الله تعالى من كتاب، مدعين بأنهم يقتصرون على الإيمان بما أنزل إليهم إلى ما وراء ذلك من الادعاءات. ولا يزال الحديث متسلسلاً في الرد عليهم. وهذه الآية الأولى من هذه الآيات، وهي قول الله سبحانه: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدىً وبشرى للمؤمنين. والآية التي تليها تدلان على أن أحدا من الناس أو طائفة من الناس رأت أن تعادي جبريل لأمر ما، ولم يتقدم ذكر ذلك صريحا في شيء من الآيات المتقدمة، بل ولا مشارا إلى شيء من ذلك، وإنما جاءت روايات تتفق في أن الذين رأوا معاداة جبريل عليه السلام هم اليهود، وأن هاتين الآيتين كالآيات السابقة واللاحقة نزلت فيهم. وحكى إمام المفسرين ابن جرير الطبري أن المفسرين اتفقوا على ذلك، ولكنهم اختلفوا في طريقة هذه الدعوة التي صدرت منهم، وفي أي موقف كان ذلك منهم. ونجد ذلك مذكورا في كتب الحديث وفي كتب التفسير. فالبخاري روى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن سلام عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمع به وكان يخترف، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال له: لأسألنك عن ثلاث خلال لا يعلمهن إلا نبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال: ما هي؟ أوائل أشراط الساعة، أو ما هو أول أشراط الساعة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما أول ما يأكله أهل الجنة في الجنة؟ السؤال الثالث: كيف ينزع الولد إلى أمه أو إلى أبيه، أي كيف يشبه والده أو يشبه أمه؟ فأجابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاث قائلا له: إن أول أشراط الساعة نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب، وأول ما يأكله أهل الجنة في الجنة زيادة كبد الحوت، وأن الولد ينزع إلى أبيه إذا كان ماء الرجل أسبق، وينزع إلى أمه إذا كان ماء المرأة أسبق. وقبل أن يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له: أخبرني بذلك آنفا جبريل. فقال له عبد الله بن سلام: جبريل؟ قال له: نعم. قال له: هو عدو اليهود. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحق تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وأسلم عبد الله بن سلام بعدما سمع هذه الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، ولو علموا إسلامي قبل أن تسألهم لبهتوني. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال لهم: أرأيتم أن لو أسلم؟ قالوا: أعاده الله من ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام وقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو شرنا وابن شرنا. وأخذوا ينتقصونه. فقال عبد الله: هذا الذي خفته منهم، أو هذا الذي كنت أخاف منهم. هذه الرواية تدل على أن الآية الكريمة نزلت في مرحلة مبكرة في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رأساً، ولكن هل تدل على أن هذا هو سبب نزولها؟ لا، فإن غاية ما في هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عندما قال عبد الله بن سلام: ذلك عدو اليهود. وجاءت رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخرجها الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني وآخرون، أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي. فسألوه عن مجموعة من الأسئلة، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: بقي شيء واحد، حدثنا عن وليك من الملائكة، وبهذا نجامعك أو نفارقك، أي نتفق معك أو نختلف معك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليي من الملائكة جبريل، وهو ولي كل نبي بعثه الله. فقالوا له: ذلك عدونا من الملائكة، فإنه يأتي بالحرب والعذاب والشدة، ولو كان وليك ميكائيل لآمن بك.
جاء في رواية أخرى أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم وآخرون أن السبب في ذلك حوار كان بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين اليهود، وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغشى مدارسهم ويسألهم عن أشياء، فكان يعجب لموافقة القرآن للتوراة وموافقة التوراة للقرآن. ثم سألهم في يوم من الأيام مقسما عليهم بأقسام غلاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يعلمون أنه نبي مرسل؟ فأجابوه بأنه نبي مرسل ويعلمون صدقه، ولكنه قرن به عدوهم من الملائكة وهو جبريل، وذكروا له إن لهم أن لهم سلما من الملائكة وحربا، فالسلم هو ميكائيل والحرب هو جبريل. فسألهم عمر رضي الله عنه: ما منزلتهما عند الله؟ فقالوا: منزلتهما منزلة كبيرة، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. لعل هذه الإجابة تدل على أنهم قصدوا أن منزلتهما قريبة من الله تعالى قربا معنويا كقرب منزلة من كان على يمين ملك وعلى شماله. فقال لهما عمر: والذي نفسي بيده، إنهما لسلم لبعضهما البعض، وإنهما والذي بينهما عدو للذي عاداهما. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده، فابتدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنزلت علي آيات أفلا أسمعكها؟ فأسمع هذه الآية والتي بعدها. فقال عمر رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق، كنت أردت أن أخبرك الخبر فسبقني العليم الخبير. وجاءت رواية أخرى ضعفها أكثر العلماء، وهي أن عمر رضي الله عنه نطق بالآية الأولى من هذه الآيات قبل أن تنزل، فنزل القرآن بحسب ما نطق، وهذه رواية ضعفها المحققون وما أجدرها تضعيف. وعداوة جبريل عند اليهود ترجع على حسب ما جاء في بعض الروايات أنه الملك الذي وكل بالزلازل والخسف والعذاب والشدة، ولذلك يميلون إلى ميكائيل الذي هو موكول بالخسف والرحمة والنبات. وجاء في بعض الروايات الأخرى غير ذلك، ولكن الآية الكريمة الآية القرآنية تدل على أن هذه العداوة معللة بإنزال جبريل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم، فافتضحوا بهذا الإنزال وذلك الشيء الذي لا يريدونه، فلذلك كانت عداوته. وإذا بماذا نجمع ما بين هذه الآية وما بين الحديث حديث عبد الله بن سلام؟ نجمع بينهما بأن عداوتهم لجبريل كانت سابقة، ولكن تضاعفت هذه العداوة بسبب إنزال جبريل القرآن على الرسول الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل من كان عدوا لجبريل، سبق الكلام في العدو، فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى، وإنما هو يدل على العدو أي تجاوز الحد، فالمبغض يتشفى من عدوه أي ينتقم من عدوه ويؤذي عدوه. فعداوتهم لجبريل إنما هي إضمار الحقد لجبريل،
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه أي جبريل نزل على قلبك يا محمد القرآن، والقرآن ولو لم يسبق له ذكر صريحنا فإنه سبق ذكره قبل قليل فيما تقدم من الآيات، منها قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. ثم إن الشيء غير المذكور قد يؤتى بضميره من غير أن يسبق له الذكر لأجل تفخيمه، لأن ذكره يملأ القلوب، فلو لم يذكر بالقول فهو مذكور بالقلوب، ولذلك لا يحتاج إلى أن يعاد ذكره بالقول. وهذا التفسير هو الذي يتفق مع ما في سورة الشعراء، وهو قول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا التفسير هو الذي رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونسبه الفخر الرازي إلى أكثر أهل العلم، وذكر الفخر وابن عطية وأبو حيان والقرطبي والألوسي والشوكاني تفسيرا آخر، وذكر ذلك أيضا القطب في الهيميان، وهو أن الضمير في قوله فإنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى، والضمير في نزله عائد إلى جبريل، أي نزل الله تعالى جبريل، جبريل نزله الله. وهذا التفسير هو الذي يفهم من كلام ابن عطية بأنه يترجح عنده، إذ صدره وحكى التفسير الذي ذكرته من قبل بقيلة الدالة على التمريض، وقد صدره بعض المفسرين الآخرين أيضا، غير أنه يتبين بأنه ضعيف من عدة وجوه. الوجه الأول أن خير ما فسر به القرآن هو القرآن نفسه، وآية الشعراء دالة على خلافه. الوجه الثاني أن جبريل لا يباشر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يباشره القرآن. الوجه الثالث أن الله تعالى قال فيه بإذن الله، ولو كان المنزل ولو كان الضمير في قوله فإنه عائدا إلى الله سبحانه لما احتيج إلى قوله بإذن الله، لأن فعل الله تعالى لا يحتاج إلى إذن. والوجه الرابع التصريح باسم الجلالة، الإتيان بالمظهر وهو اسم الجلالة، فلو كان الضمير الأول عائدا إلى الله لاكتفي بإضمار اسم الجلالة بالضمير العائد إلى ما يعود إليه الضمير السابق. الوجه الخامس أن الله تعالى وصفه بأنه مصدق لما بين يديه، وهذا من وصف القرآن الكريم. الوجه السادس أن الله وصفه بأنه هدى، وهذا أيضا وصف للقرآن. والوجه السابع وصفه أن الله وصفه بأنه بشرى للمؤمنين، وهذا أيضا من أوصاف القرآن. فيتبين من كل ذلك أن التفسير الذي يجب الاقتصار عليه والتعويل عليه هو التفسير الأول، وهو أن الذي نزل هو الله سبحانه أو جبريل، ولكنه بإذن الله، والمنزل هو القرآن الكريم. وذكر القطب رحمه الله في الهيميان والتيسير وجوها أخرى جوزها، وهي أن يكون الضمير الثاني
في الذي نزله الضمير الثاني ضمير المتصل عائدا إلى القرآن، والضمير الأول أن يكون عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون ضمير شأن، أو أن يكون القرآن نفسه عائدا أيضا إلى القرآن. وفي الوجه الأول والثالث ضعف ظاهر، من حيث إن إعادة الضمير إلى اسم الجلالة وجعل الضمير عائدا إلى القرآن يقتضي طي ذكر جبريل عليه السلام، مع أن الكلام مبني على ذكره. ويضعف أيضا هذان الوجهان بالنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى بإذن الله، فإنه لو كان الضمير عائدا إلى اسم الجلالة أو كان الضمير عائدا إلى القرآن نفسه لما كانت هنالك حاجة إلى ذكر إذن الله سبحانه وتعالى، لأنه من المعلوم أن الله تعالى يتصرف بأمره كما يشاء. وذكر القلب في التنزيل، مع أن الله تعالى ذكر شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الضمير إليه في مواضع أخرى كقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأجل أن القلب هو وعاء حفظه، أي حفظ القرآن، وهو نور فهمه، فلذلك خصه الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن القرآن كثيرا ما يطلق القلب على العقل أو على النفس، كما في قوله تعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذا هو المقصود هنا. فالقلب المقصود هنا إما العقل وإما النفس المشتملة على العقل. بإذن الله، الإذن هو في الأصل إعلام بالموافقة على الشيء، واستعمل في التمكين منه وفي تيسيره، وقد فسر بذلك قول الله تعالى بإذن الله هنا مصدقا لما بين يديه، أي لما تقدمه من التوراة أو لما تقدمه من الكتب السابقة. وهذا التصديق من حيث المطابقة في أوامر الكتب السابقة وأوامر القرآن بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وبالعمل الصالح، أو من حيث إن في تلك الكتب تبشيرا به صلى الله عليه وسلم، وهذا التبشير جاء ظاهرا بما أنزل الله تعالى عليه من القرآن، وجاءت هذه الصفات متتابعة، فهو من أول الأمر مصدق لما بين يديه، ثم بعد ذلك يظهر أثره وهو كونه هدى، وتقدم معنى الهدى فيما سبق، ثم يأتي بعد ذلك كونه بشرى. فكونه مصدقا لما بين يديه إحدى آياته التي تدعو إلى الاهتداء به، وإذا ما حصلت الهداية به حصلت به البشرى، لأن فيه آيات مبشرات للمؤمنين بعز الدنيا وبسعادة الآخرة. فالقرآن الكريم مبشر للمؤمنين بعز الدنيا ومبشر لهم بسعادة الآخرة، وذلك إذا ما حصل الاهتداء به. وكونه هدى للمؤمنين مع أن هدايته واضحة للجميع، إذ الحجة به قائمة على الكل، لأن المنتفعين بالهداية التي فيه هم المؤمنون. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته
وجبريل وميكال، فالله سبحانه وتعالى عدو. ذكر الله سبحانه وتعالى أولا أن من كان عدوا لله فالله عدو، صدر عداوة الله تبارك وتعالى، لأجل أن من عادى أولئك فقد عادى الله. ففي هذا إنذار الذين يعادون أحدا من ملائكة الله أو يعادون أحدا من رسل الله، إنذار لهم بأن هذه المعاداة ليست لهؤلاء الملائكة أو هؤلاء الرسل فحسب، وإنما هي عداوة لله، فلذلك يستحقون العداوة من الله تعالى لهم. وفي هذا أيضا تبيين بأن الله عدو للكافرين. يقول من كان عدو لله وملائكته، سبق ذكر الملائكة، ورسله، سبق ذكر الرسل وجبريل وميكال. لأي شيء ذكر جبريل وذكر ميكال؟ مع أنهما داخلان في عموم الملائكة، ذكر لأن دعوة اليهود في عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم منبنية على أن الذي قرن به من الملائكة هو جبريل، وأنه لم يقرن به ميكال، فلو قرن به ميكال لآمن. هذه هي الدعوة التي بني عليها هذا الرد، فلذلك ذكر، أو لأجل تشريفهما اعتبارا للتغاير الوصفي، كأنه تغاير ذاتي، لأن منزلتهما أعظم من منزلة غيرهما من الملائكة. وفي جبريل لغات شتى، وفي معناه أو في أصل معناه أقوال، فقيل جبريل بمعنى عبد الله، وميكائيل بمعنى عبيد الله، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل جبرا وميكا وإسراف بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، وهذا ذكره البخاري تعليقا عن أكرمة. وذهب بعض العلماء إلى أن اللفظ الأول من هذه الألفاظ هو دال على الله، وإيل بمعنى عبد، وهذا الذي اختاره أبو علي الفارسي، وقال لأن العجم تبدأ بالمضاف إليه قبل المضاف، وهذه الأسماء أسماء أعجمية، وتعقب ذلك القطب بأن هذا غير مضطرد، فاللغة البربرية من لغات العجم، ولكن حالها في المضاف، وضعها في المضاف والمضاف إليه كوضع اللغة العربية، فالبربر يبدأون بالمضاف قبل المضاف إليه. وذكر العلماء الذين اطلعوا على اللغة العبرية وفهموا تراكيبها بأن كلمة جبرة بمعنى قوة، وإيل بمعنى الله أي قوة الله. ويقول ابن جني إن العرب إذا أتت على اسم أعجمي تصرفت فيه، وهكذا تصرفت في جبرائيل، وكانت لها في ذلك لغات شتى. جبريل، وهذه هي لغة أهل الحجاز، وبها قرأ جماعة منهم ابن عامر وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص عنه، وجبرائيل وهي قراءة باقي السبعة، وجبريل هذه قراءة ردها الفراء، لأنها لا تتفق
مع الوضع العربي فإن فعليل لا يوجد في العربية، وقد اعترض بأن العرب إذا تصرفت في الاسم الأعجمي لا يلزم أن ترده إلى موازينها، فإما أن ترده إلى موازينها كلجام، وإما أن لا ترده إليها كإبريسي. فجبريل أيضا من هذا الباب. ومن هذه اللغات جبرائيل وجبران وجبراين وجبرائيل إلى غيرها من اللغات التي أوصلها أبو حيان إلى 13 لغة. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآيات الشريفة سنتابعه في حلقتنا القادمة. كنا مع تفسير الآية 98 إلى الآية 100 من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.